وأيما كان يا إخواني، أيما كان الصلاة على الجنازة، سواء قرئ فيها بأم الكتاب أم لم يقرأ فيها، فإنها صلاة، فإنها دعاء، وإنها شفاعة للميت، وإنها توسل إلى الله بما يحبه الله ليغفر لهذا الميت، دعاء له. يعني نحن نقول ينبغي للإنسان أن يستشعر هذا أثناء صلاته على ميت، لعل يخلص له الدعاء، لعل الله أن ييسر له هو أيضا عندما يكون جنازة من يخلص الدعاء له. هذه أمور يعني ينبغي التنبه لها، وأن لا تقسو القلوب باعتياد صلاة الجنازة، فتتبلد الأحاسيس بسبب الاعتياد، بسبب تكرار العبادة، يصير الإنسان صلاة على الجنازة، الله أكبر، الله أكبر، الله ورحمه وبارك له، السلام عليكم، تلقى صاحبك ضحك، أنت لا تحس بالفجيعة، لا تحس بإخلاصك الدعاء إلا عندما يكون الميت أحد أقربائك. فإذا كان غريبا لا تعرفه ولا يعرفك، تمتمة بالشفاء، تحريك للسان، ليس معها. إذا صليتم على الميت فأخلصوه الدعاء. وأعظم الخذلان ما يرى أحيانا، بعض الجنازة تكون في المسجد والمسلمون يصلون، وبعضهم ينتظر خارج المسجد لا يصلي. هذا من أعظم الخذلان، هذا من أعظم الطمس على القلوب، نسأل الله العافية. هذا من أشنع وأفظع الختم على القلوب. أنت تمشي في جنازة، جنازة تعلم ما جنازة يعني، بدأت الآخرة بالنسبة لذلك الميت، بدأت الآخرة، انتهى العمل، حتى هذا لا يعظ به المرء. وإذا أدخلها الناس أدخل المسجد، هذا الميت أدخل المسجد، تلقى أنت خارج المسجد لا تصلي. فما الذي يعظك إذا كانت الداهية الدهياء لا تعظ، إذا كان هادم اللذات لا يهدم لذاتك؟ وأنت ترى الآن، أنت ترى، أنت لست تحدث، أنت ترى. الناس يقولون ليس من رأى كمن سمع، يعني قد تسمع يعني الشيء ولا تتأثر به، التأثر الذي يحدث لك إذا رأيت. والآن أنت ترى، بل وتسوق الناس هذا الميت، تكون في جملة من يذهب به إلى 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 قبره، مع ذلك لا تصلي، يصلي المسلمون عليه. فمتى تصلي إذا؟ ومتى تتعظ إذا؟ ومتى يخشع قلبك لبيت الله إذا؟ نعوذ بالله من اختلاع القلوب بسبب ما اجترحت الأيدي وسوء الكسب.